السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح. في هذا الفيديو راح نحكيو على لا فونكسيون غاما اللي هي سي اون ابليكاسيون دي انتغرال ان بروبر افيك ان بارامتر. دونك في هذا لا فونكسيون راح نشوف لا فونكسيون كيفاه معرفه. ابخي راح نبين باللي راه كلكو سوا ا ابارتيان ا ان عندنا اف دو ا بلس 1 ايغال ا فاكتوريال. وراح نبين باللي بهذا لا فونكسيون باللي 0 فاكتوريال ايغال ا 1. دونك عندي اول حاجه لازم نعرفها هاد لا فونكسيون. عندي لا فونكسيون هادي تكون معرفه بهذا الشكل. تبعني مليح واش راح نكتب هنا. بون عندي غاما رمز تاعها يكون هكا ولا يكون هكا. غاما دو ا اوكي. عندي غاما دو ا ايغال ا كوا؟ ايغال ا لانتيغرال دو زيرو و بلس لانفيني. دونك سي بور سا قلت لانتيغرال امبروبر معناها اوفازيناج بلس لانفيني. دونك هنا عندي بوان دو سينغولاريتي. دونك عندي من زيرو لبلس لانفيني. عندي هنا تبعني اكس على بيسونس ا موالز 1 فوا اكس كو موان اكس دي اكس. معناها عندي هنا المتغير تاعي اللي راح ندير عليه الانتيغرال هو الاكس. هنا انا راح نحسب غاما دو ا. دونك ال ا هادي راح تكون تنتمي الان في هاد هنا في هاد لابارتي الاولى تاع هاد تاع لا فونكسيون غاما. راح نحكيو برك وين تكون عندي ال ا تاعي تنتمي الان باه نبين العلاقتين هذوك. صح دوك هنا عندي قلنا دي اكس هنا راح ندير انتيغراسيون بارابور ا اكس. دونك ال ا تاعي وراح نلقاها هنا. ال ا تاعي راح نلقاها هنا برك فوق الاكس تاعي. اكس على بيسونس ا موانز 1 فوا اكس بوار موان اكس دي اكس. دونك تبعني كابابي يقدر يكون تكون معرفه هاد الداله وتلقاها مكتوبه غاما دو ان إيغال أ كوا؟ إيغال أ لانتيغرال دو زيرو أ بلوس لانفيني. توجور لازم هنا يكون عندي هنا في لانتغفال تاعي من زيرو لبلوس لانفيني. عندي هنا تي على بيسونس أن موانز 1 هاهي أن موانز 1 فوا إكس بو موان تي دي تي. معناها هنا هاني بدلت الأن تاعي الأ بركا سميتها أن ولات هنا أن موانز 1 وهنا عندي المتغير تاعي هو تي. دونك سي اون كريتير سي تو كابابل يبدل لك المتغير ولا يبدل لك هذاك لو بارامتر الاسم تاعو. دونك راح يبقى لو ميم برينسيپ. الاتيري راح نلقاها هنا معناها العدد راح نحسب له غاما دو ا هذا. صح دونك هذا الان قلنا الاتيري هنا في هذه الحاله من زيرو لبلوس لانفيني. بلوس لانفيني كي نقول بلوس لانفيني شنو معناها نكتب بلوس لانفيني؟ معناها قيمه كبيره تنتمي الى ان. صح دوكا هنا تبعني مليح. سيبوزون مدلك هاد لانتيغرال لانتيغرال دو زيرو ا بلوس لانفيني دو عندك هنا عندك تي اكس بو موان دو تي دي تي. اسكو هادي سي اون فونكسيون غاما؟ دونك اسكو هادي لانتيغرال هذا يمدلي غاما دو كيما هنا عندي تي هي مكتوبه من الشكل قوة واحد معناها 2 ناقص 1. اسكو هادي نقدر نقول عليها غاما دو 2؟ هنا جو با دير سا باسكو عندي هنا انا واش قلت لك موان اكس المتغير برك موان دي هنا موان دو. دونك هادي ماهيش غاما دو دو. دونك هذا الانتيغرال ما يساويليش غاما دو دو. لازم يكون عندي شروط محققه. الانتيغرال تاعي من زيرو لبلوس لانفيني. عندي هنا تي تاعي هادي توجور راح نديرها واش عندي هنا الاس تاعي هذا راح نزيدو الواحد باش نخرج الأ تاعي. دونك عندي هنا ا موانز 1 عندي هنا ليكس بو موان تي معناها ناقص المتغير برك. اذا لقيتها موان تي وكاري ولا موان دو تي موان غاسين دو تي دونك ماهيش غاما. هذا هو الشكل تاع لا فونكسيون غاما. دونك راح نشوف كيفاه نبين هذيك العلاقه الاولى لا فونكسيون. دونك عرفنا كيفاه تكون معرفه لا فونكسيون غاما. دونك راح نشوفوا كيفاه نقدروا نبينوا هذه الخاصيه الاولى. عندي انا هنا عندي غاما دو ا ها هي غاما وبيان غاما دو ان ايغال ا كوا؟ ايغال ا لانتيغرال دو زيرو ا بلوس لانفيني. عندي هنا دو تي على بيسونس ان فوا اكس بو تي موان تي دي تي. صح دوكا كي نجي نحسب غاما دو ان بلوس ان انا في كل ان راح نحط ان بلوس ان واش راح ندير؟ دوكا راح تولي لي ايغال ا لانتيغرال دو زيرو ا بلوس لانفيني. هنا في الان حنحط ان بلوس ان باردون هنا ان موان زان نساوش ان موان زان. صح هنا في كل ان راح نحط ان بلوس ان. دونك راح تولي لي تي على بيسونس ان بلوس ان موان زان. دونك راح تولي تي على بيسونس ان فوا اكس بو موان تي دي تي. هاي كيفاه خرجت لي لا فونكسيون
تاعي. درك هنا واش راح ندير؟ راح نحاول اني نحسب غاما دو ان بلس ان اللي هي نفسها غاما دو ا بلس ان، وراح نبين باللي راهي تساوي لي ان فاكتور ان فاكتوريال ولا ا فاكتوريال. دونك سي لا ميم اكريتور، جوست هنا في بلاصه الان حطيت الان باش تتعاود، باسكو باراميتر واش معناها؟ معناها ابارتيان ا ار. من بعد هو يمدهولك يساوي 1 2 3 4 هكذا، ما تخلعوش من لي نومبر كي تشوفوه. جوست دونك جوست سان نومبر غير. دونك نزيد نفكر الثاني لا فونكسيون هذه اذا ما شفتهاش في الاناليز ما دونك راح تشوفها في البروبابيليتي في لا لوا دو غاما في لوا كونتيني ايزيال. دونك نجيو هنا عندي غاما، دونك راح نشوف كيفاه راح نحسب هذا الانتيغرال. نجي هنا في الانتيغرال تاعي واش عندي؟ عندي انتيغرال انتيغراسيون بار بارتي، انتيغراسيون بار بارتي معناها التكامل بالتجزئة، التكامل بالتجزئة. دوكا راح نذكرك بهالتكامل واش يساوي. عندي هنا انا كي تكون عندي الدالة تاعي من الشكل U فوا V، بون عندي هنا U فوا V لوتو بخيم، كي ندير مشتقة تاعها راح تمدي مشتقة هادي في هادي زائد مشتقة هادي في هادي. دونك U بخيم فوا V بلوس V بخيم فوا U، وانا عندي هنا U فوا V. دونك اوكي، دونك واش راح تمدي؟ دونك نجي ندير لانتيغراسيون، لانتيغرال تاعها. كي ندير لانتيغرال تاعها واش راح ندير؟ من هنا حنحي المشتقة ومن هنا راح ندير لانتيغرال. دونك U فوا V إيكال أ كوا؟ إيكال أ لانتيغرال دو U بخيم فوا V بلوس لانتيغرال دو V بخيم فوا U، صح. دونك عندي هنا U فوا V إيكال أ كوا؟ أو بيان كي نحب نخرج وحدة فيهم، دونك لانتيغرال دو U بخيم فوا V إيكال أ كوا؟ U فوا V موا l'intégrale de v prime fois e. Donc une petite révision, on a qui fait نحسب l'intégration par partie. Donc انا عندي هذه اللي راح نفرض فيها وحده u prime وحده v وراح نحسب الانتيغرال تاعها. دونك راح ندير e فوا v هو الانتيغرال تاع العكس واش عندي هنا. دونك تبعني هنا واش راح ندير. عندي هنا ديما 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 كي مد الفونكسيون فيها اكس بو معاها فونكسيون وحده اخرى، ديما لا فونكسيون لا بريم لو بريم هذيك اللي حنداها راح ندي اكس بو تي. علاه؟ باسكو ليكس بو ديما كي ديرها لانتيغراسيون تاعها ماشي حتجيك داله كبيره، او كونترير كابابل هنا تكون عندك اوتر فونكسيون. نحكي اون جينيرال. بون راح ندير هنا الاو تي اي تساوي لي ماذا؟ قلنا حنا هنا كيما قلت لكم اي بريم تاعي راح نديرها تساوي لي اكس بو موان تي، معناها الاي تي اي واش تساوي لي؟ راح تساوي لي موان اكس بو موان تي، صح. عندي هنا الفي تاعي راح نداها، الفي راح نداها تي على بيسونس ان، درك تولي لي في بريم تاعي ان فوا تي على بيسونس ان موان زان، صح. درك هنا راح نكمل الانتيغرال تاعي هذا واش يساوي لي؟ غاما دو ان بلوس ان ايكال ا كوا؟ ايكال ا الانتيغرال دو عندي هنا من زيرو ا بلوس لانفيني، و بيان نعوض طول هنا ما نزيدش نعاود. بون واش حتولي لي؟ حتولي لي اي فوا في موان الانتيغرال تاع العكس واش كان عندي. دونك راح تولي لي اي فوا في، كي نقول العكس معناها كانت عندي اي بخيم في بخيم تولي لي في بخيم اي، صح. راح تولي لي اي فوا في اللي هي هاد، دونك موان تي على بيسونس ان فوا اكس بو موان تي، هادي كاملة من زيرو لبلوس لانفيني، اوكي باسكو هادي سي بون حسبناها هي دالة أصلية. من زيرو لبلوس لانفيني عندي هنا موان لانتيغرال تاعي لاخر اللي هو قلنا يولي لي في بخيم فوا او، معناها هادي في هادي. دونك راح تمد لي موان بلانتيغرال موان عندي هنا ان تي على بيسونس ان موان زان فوا اكس بو موان تي، اوكي صح. دونك راح تولي لي غاما دو ان بلوس ان ايكال ا كوا؟ ايكال ا عندي هنا موان تي على بيسونس ان اكس بو موان تي، عندك اونتر زيرو و بلوس لانفيني. دونك هنا عندي موان موان لانتيغرال تاعي راح ندير توجور 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 لانتيغراسيون هنا بارابور ا تي، اوكي. المتغير تاعي اللي راح ندير عليه الانتيغراسيون كون جا عندي اكس ولا كتبت بدل اكس راح ندير دي اكس، صح. من بعد عندي هنا الموان مع الموان تولي بلوس، والان هذه تخرج برا باسكو عدد، يعني عندي كي ندير الانتيغرال دو ا فوا
x dx. الاطيعي هذا نقدر نخرجو برا باسكو كونستون بارابور تقول الانتيغرال دو لاندا x تخرج لي لاندا انتيغرال dx dx بارابور ا x صح. عندي هنا تولي لي بلوس ها هي تولي لي بلوس ان فوا الانتيغرال دو زيرو ا بلوس انفيني تي ا لا بيسونس ان موانز ان دي تي. وهذه سي كوا سي غاما دو ان هاي الانتيغرال دو زيرو ا بلوس انفيني تي ا لا بيسونس ان موانز ان fois x pour moins t, pardon, fois x pour moins t, x pour moins t dt. Donc c'est la fonction gamma ou bien si la valeur gamma de n, gamma de n. Donc on a l'article gamma de n plus 1 égale à quoi? Égale à moins t à la puissance n x pour moins t entre 0 et plus l'infini plus n fois gamma de n. Donc, هذه مفورمل عندنا هذه gamma de n. نروح لهذه ونحاول اني نحسبها قداه تساوي. دونك هذه واش تمدلي؟ تمدلي عندي هنا هذه راح تمدلي لا ليميت دو تي موان تي n x pour moins t quand n tend vers ou bien راح نديرها هنا راح ندير quand t tend vers plus l'infini راح ندير la limite t tend vers plus l'infini عندي هنا moins كي نعوض بالزيرو واش راح تمد لي؟ راح تمد لي زيرو عندي زيرو على بيسونس ان اللي هي راح تمد لي نورمالمون زيرو فوا اكس بو دو ان ايكالا زيرو دونك راح تخرج لي ايكالا هنا موان زيرو اللي هي دونك موان زيرو دونك راح تمد لي هادي لا ليميت هادي. راح نحاول اني نحسب لا ليميت هادي ونشوفها واش راح تمد لي. نورمالمون في الاول راح تمد لي فورم انديتيرميني علاه باسكو تجيك بلوس لانفيني على بيسونس ان فوا x بو دو موان لانفيني راح تمد لي زيرو دونك زيرو فوا لانفيني راح تمد لك راح تمد لك دونك راح تمد لي موان لانفيني على بيسونس ان دونك زيرو فوا لانفيني راح تمد لي فورم انديتيرميني حالة عدد تعيين لي راح نحاها هنا. كيف راح نحي هاد الفورم؟ دونك راح نشوف كيف راح ندير لا ليميت تولي لي موان تي على بيسونس ان سور x pour de t, ha hiya, quand t tend vers à plus l'infini. Donc, je vais te dire, non, je vais te dire, forme indéterminée, il y a plus l'infini, il y a plus l'infini. Donc, je vais te dire, je vais te dire la règle de l'hôpital, parce que la règle de l'hôpital, c'est la règle. Donc, il y a qui reste la règle de l'hôpital, je vais te dire la limite de la dérivée, il faut qu'elle ait la dérivée, comme le texte, elle a la fonction différente de 0. وعندي لي فونكسيون ديريفابل عندي هنا عندي موان تي دونك حتولي لي موان ان تي على بيسونس ان موان زان ولا ديريفي تاع اكس بو تي هي نفسها اكس بو تي دونك كون تي تون فيغ ا بلوس لانفيني عندي هنا دونك راح زدت تمد لي فورم انديتيرميني فورم انديتيرميني حالة عدد تاعين باسكو زدت تعطيني بلوس لانفيني على بلوس لانفيني. وحنا واش قلنا في لاغيك دو لوبيتال حطيتو لا فيديو تما قلت لكم بلي كل مره تخرج لي فورم انديتيرميني نقدر كل لاغيك دو لوبيتال راح نقدر نعاودها قداه من مره حتى نخرج في النتيجه تاعي تولي ما عنديش فورم انديتيرميني. اوكي معناها هذه نقدر نزيد نعاودها. دونك واش راح تمدلي؟ راح تمدلي ليميت de moins 1, عندي هنا n moins 1, fois t à la puissance n moins 2, صح؟ sur x pour t, عندي هنا, تاني واش راح تمد لي؟ عندي t راح تولي لي plus l'infini à la puissance n moins 2 اللي هي plus l'infini ou bien le moins, ça dépend. Donc, تاني فورم انديتيرميني، ها هي فورم انديتيرميني، زيد نعاود. عندي لا ليميت توجور تي على طون فيغ ا بلوس لانفيني كون تي طون فيغ ا بلوس لانفيني دو زيد نشتق هادي اون اوتر فوا دونك راح تمد لي موان ان فوا ان موان زان فوا ان موان دو فوا تي على بيسونس ان موان تخوا سور اكس بو دو تي لي راح تخرج لي تاني فورم انديتيرميني باسكو تخرج لي بلوس او بيان موان لانفيني باسكو الان تاعي سا ديبون كيفاه يكون دونك سور اكس بو تي دونك تاني لانفيني على لانفيني حتخرج لي حالة عدم تعيين. دونك هنا واش راني نلاحظ هنا عندي ان فوا ان موان زان فوا ان موان دو
كما كيكون عندي خمسة فاكتوريال واش راح تمد لي خمسة في أربعة في ثلاثة في واحد في اثنين في واحد، دونك راني نهبط هكا، كيما حنا نكون نكمل الواحد حتى نوصلو واحد، الآن تاعي تولي لي أن وأن وأن زان لي هي راح تمد لي أوبيان أن بلوس أن وأن أن لي حتمد لي واحد، دونك راح نرجع نوصل لوين الواحد، معناها هنا واش راني نلاحظ أن فاكتوريال، دونك هنا راهي عندي أن فاكتوريال سوغ إكس بو دو تي، دونك راح تولي لي أن فاكتوريال سوغ إكس بو دو تي. OK صح دونك هنا لا ليميت تاعي واش راح تولي لي ان فاكتوريال اللي هو اي عدد على ليكسبو دو تي توجور واش راح يمد لي راح يمد لي 0 دونك لا ليميت تاع هذه راح يمدت لي 0 اي او ميم طون عرفنا باللي عندي هنا تبعني وين راني هنا دونك هذه راح تروح لي بالزيرو دونك من هنا واش خرجت لنا النتيجه باللي غاما de n plus 1 égale à quoi? Égale à, عندي هنا n fois gamma de n. Donc, هذا قانون اللي خرج لي من هنا. كيفاه درنا؟ حسبنا gamma de n plus 1. بدينا نحسبو. وصلنا باللي راهي gamma de n plus 1 égale à n fois gamma de n. دونك تبعني مليح من هذه راح نبين هذه الخاصية. اوكي؟ دونك هنا واش راح ندير؟ إذا هنا باسكو عندي عدد فاكتوريال دونك هنا عندي ما عنديش دغيا اي عدد كنقسمو على ديكس بوش راح يمد لي لا ليميت تاعها دونك راح تمد لي ايغال ا زيرو هذه من جبناها الحكايه باسكو اشاك فوا نبقى ندير لا ديريفي في الاخر خلاص استنتجنا بلي راح نوصلو الان فاكتوريال اللي هو هاي ولات لي بالموان كيف كيف دونك حتروح لي بزيرو دونك هنا بالموان ولا راح تروح لي بزيرو دونك حتبقى لي موان ان دونك ان فوا ان موان زان ان موان دو ان موان تخوا الى ان دونك نبقى نكمل راح نوصل للواحد صح دروك نكملو هنا مع هذه راح نبرهنو هذه الخاصيه الاولى راح نمسح من هنا ونكمل صح راح نخلي هذه دونك ش عندي هنا في لا فونكسيون تاعي تي اكس او دي تي صح دونك هادو لي فيديو راح تلقاهم في قائمه التشغيل بعنوان لي فونكسيون اي كيسيون حاجيني على لي فونكسيون راح نحطهم في هذاك في هذيك القائمه ماهيش قائمه لي خاصه بالبروميير اني تاع بوني تاع لي فونكسيون ريال دي نومبر ريال باسكو من بعد كباب نحط فيهم دي فونكسيون كومبلكس صح نرجع هنا عندي تولي لي غاما دو ان بلس 1 قلنا عندي هاد صح ها غاما دو ان بلس 1 فخرجنا ايغال كوا ايغال ان فوا غاما دو ان صح دونك راح نحسب غاما دو ان هذه الخاصيه غاما دو ان ايغال كوا ايغال ان موان زان توجور راح نقص بوحده ونضرب في غاما دو ان موان زان صح عندي غاما دو ان موان زان راح تمد لي ان موان دو فوا غاما دو ان موان دو وهكذا دونك حتى نكمل عندي هنا تبعني مليح واش راح ندير راح نجي هنا راح نبين غاما دو ا بلس 1 ايغال ا فاكتوريال معناها غاما دو ا دو ان بلس 1 دونك هنا واش راح نبين غاما دو ان بلس 1 ايغال كوا ان فاكتوريال لما الان تاعي يكون ينتمي الى مجموعه الاعداد الطبيعيه دونك واش راح تخرج لي هنا راح تخرج لي ايغال عندي هنا غاما تبعني مليح دو ان بلس 1 واش تساوي لي هذه تساوي لي ان فوا غاما دو ان صح ان فوا غاما دو ان اللي هي ان موان زان فوا غاما دو ان موان زان صح ما نكتبهاش غاما دو ان موان زان راح مش تمد لي هادي راح تمد لي شوف تبعني مليح واش راني ندير ما تروحليش عندي غاما دو ان بلس 1 هادي واش تساوي ان فوا غاما دو ان صح كتبت الان وجيت نعوض غاما دو ان اللي هي ان موان زان فوا غاما دو ان موان زان كتبت ان موان زا وغاما دو ان موان زا هاني حنعوضها من هنا اللي هي في ان موان دو عندي هنا فوا غاما دو ان موان دو وهذه تاني كون نكملها هاهي غاما دو ان موان دو راح تمد لي ان موان تخوا فوا غاما دو ان موان تخوا دونك راح تبقى ديما هكا حتى نوصلو للواحد
Donc, on a pris n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 jusqu'à nous il a le n. Donc, c'est quoi? Gamma de n plus 1 égale à quoi? Égale à 1 pardon, égale à n factoriel. Donc, maintenant, بينا خاصية الأولى اللي كتبتها في الطابلو. ها هي الخاصية تاعي بيناها باللي راهي صحيح الخاصية الأولى. دونك تبعني مليح، راح نفصل من هنا ونبين باللي زيرو فاكتوريال إيكالا 1. دونك أنا هنا باش نبين باللي زيرو فاكتوريال إيكالا 1، واش عندي من لا ديفينيسيون تاعي؟ عندي غاما دو إن إيكالا لانتيغرال دو زيرو بلوس لانفيني دو إن موانز 1. دونك هنا راح نحسب غاما دو 1. اللي هي واش راح تمد لي غاما دو 1 غاما دو 0 راح نخرجها تساوي لي نورمالمون غاما دو 1 ايغال ان موانز 1 اللي هي 1 ناقص 1 راح تساوي لي 0 فاكتوريال. اوكي راح نبين هنا بلي 0 فاكتوريال ايغال كوا ايغال 1 باسكو هنا 1 موانز 1 فاكتوريال تخرج لي ها غاما دو ان بلس 1 ايغال 1 فاكتوريال راح ننقص الدرجه ونحط العاملي تاعي. دونك راح تولي لي هنا غاما دو عندي هنا غاما دو زيرو بيان غاما دو ان باش تساوي لي تساوي لانتيغرال دو زيرو ا بليس انفيني من التعريف تاعها ان ناقص واحد اللي هي تي ا لا بيسونس واحد ناقص واحد دونك تي ا لا بيسونس زيرو راح نكتبها كيما راها موان تي دي تي تبعني. دونك هنا هادي واش راح تولي لي دونك هادي تي ا لا بيسونس زيرو اي قيمه ولا اي متغير دير له ا لا بيسونس زيرو راح يساوي لك الواحد. دونك حتولي لي غاما دو 1 راهي غاما دو 1 اللي هي 0 فاكتوريال ايغال ا كوا ايغال ا انتيغرال دو 0 ا بليس انفيني دو اكس كو موان تي دي تي. دونك هادي هي غاما دو 0. دونك راح تمد لي ايغال ا كوا ايغال ا لانتيغرال تاع اكس بو موان تي اللي هو موان اكس بو موان تي او الانتيغرال تاعها entre 0 et plus l'infini. Plus l'infini, donc on va prendre la limite de x pour moins, arrive le moins, non? Moins alpha, quand alpha tend vers a plus l'infini. Donc on va juste prendre moins, ta calon tiré, moins x pour de moins 0. Moins 0, la 0 qui est de tabac. Donc parce que 0 est mis juste le mot, je peux juste essayer. Alors là, c'est 0. دونك راح تمد لي هنا الاحتياط هنا زيرو. دونك راح تمد لي هنا في الاكس بو دونك الالفا تاعي كي تروح لزائد ما لا نهايه دونك ناقص الفا فراح تمد لي زيرو. دونك علاه باسكو الاكس بو في موان انفيني راح تمد لي زيرو الاكس بو دو اكس هذه في موان انفيني راح تمد لي قيمه صفر. دونك هذه راح تروح لي بالزيرو. اوكي صح هذه الاكس بو دو زيرو كي تحسبها بالاله حاسبه باسكو موان موان تولي بلوس موان موان راح تولي بلوس. دونك هنا راح تمد لي بلوس اكس بو دو زيرو اسية صفر اي عدد باسكو الاسية 2 فاصل 71 اي عدد قوة صفر راح يمد لي واحد. دونك راح تولي لي 1 ومن هنا نكونو بينا بلي زيرو فاكتوريال ايكالا 1. دونك بينا هنا بينا الخاصيتين تاعنا في زوج وفهمنا كيفاه تكون عندي لا فونكسيون غاما وكيفاه نعرفها سيغ فونكسيون غاما واش هي وين راح نخدم بها. دونك لا بروشين فيديو اللي راح نديرو التاني على لا فونكسيون غاما راح نشوف كيفاه نحسب اعداد بهاد لا فونكسيون وين يكون العدد تاعي يا موجب يا سالب ولا يكون تاني ديفيرون دو يعني ما ينتميش الى مجموعه الاعداد الطبيعيه. نتمنى انه الشرح كان وافي. اذا كان عندكم دي كيسيون تقدروا تخليهم في لي كومونتير ولا تبعتولي سور انستغرام. بالتوفيق.